الاتفاقية مع الولايات المتحدة فهي امتداد لاتفاقيات سابقة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية ككل، فيما يخص محاربة بعض الآفات المتعلقة بالتغيرات المناخية كحرائق الغابات، ولكن كذلك فيما يتعلق بالمحميات الطبيعية بصفة عامة، لا فقط على صعيد الحماية ولكن كذلك على صعيد التنمية بإدماج الساكنة المحلية بخلق مداخل جديدة، وهذا ينطلق من اقتسام الخبرات، لأن الولايات المتحدة لها خبرات كبيرة جدا في ميدان تثمين هذه المحميات، وهذا هو الهدف. فالاتفاقية ديال اليوم كتمشي مع المصالح الغابوية ديال الولايات المتحدة في نفس الاتجاه لحماية الموارد الطبيعية، وخاصة في ظل ما يقع على هذه الموارد من أحداث قصوى، من تدبير المخاطر إلى غير ذلك.